وكالمعتاد نبدا معكم باستعراض سريع لاهم الاخبار المصريه والاقليميه، والبدايه من القاهره. الرئيس المصري يثمن جهود بنك التنميه الجديد الذراع الاقتصادي لتجمع بريكس في تيسير التعاملات بين الدول الاعضاء بالعملات المحليه، ورئيسه البنك تشيد بالتجربه التنمويه المصريه. الرئيس المصري يشيد بالفرص الواعدة أمام الشركات المصرية للاستثمار في قطاعات متعددة داخل غينيا الاستوائية. رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع العقد النهائي لبناء وتطوير محطات السفن في موانئ سفاجة والغردقة وشرم الشيخ مع مجموعة موانئ أبوظبي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ. رئيس الوزراء القطري يطالب إسرائيل والفصائل الفلسطينية بتقديم تنازلات للتوصل لوقف لإطلاق النار. رويترز تقول إن حركة حماس طلبت ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 29 جندياً في المعارك الدائرة بالقطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود. المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجوم على البنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. أما حزب الله فينفذ أكبر رشقة صاروخية على أهداف عسكرية إسرائيلية وعلى المستوطنات في الجليل الأعلى والجليل الغربي رداً على مقتل أحد قادته البارزين. رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان يطالب الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة بعد التصعيد الأخير على الحدود مع لبنان.